في عمري طالع دابا في عمري في 20 سنه اللي نكمل 20 سنه. كيفاش تجربت الحق ديالك بالسجن الغلط اللي درتي؟ انا كنت خادم شبر باركي ديالي، عندي باركي شبر باركي، واحد دار تما ما بغاش يخلصني، مشى جاب خوتو جان عندي هرسوا لي براكه، السلعه اللي كانت عندي فيها ترشوها لي، ما رديتش وجبت الحق ديالي. كنت انا مديكلاري جبت الحق ديالي من اللي هوز صداق وزد عمر عليا معاه، وكان مضروب من يده ما كيحاركش 70 يده، تما فاش كتب المكتب عليا. شحال دابا محكومتها؟ حكمت 3 سنين. شحال دوزتي فيها؟ دوزت فيها عام و7 اشهر. واخا عشنا على اول نهار دخلتي فيه السجن، اول مره تدخل الحبس؟ اول مره عندي. كيفاش عشتي ذاك النهار؟ اول مره دخلنا الحبس بحال ما كاينش معاك الوالدين ديالك، وعادي كتشوف راسك بين اربعه الحيوط، ضروري كتجيك واحد الاحساس غريب بحال اللي صافي كتفقد الامل في الحياه. ولكن ملي كتشوف كتدخل وكتستافد، وإلا قريتي احسن حاجه هي تدخل للحبس وتتعلم، ماشي تدخل وتجلس. اما دخلتي وتجلس غتبقى ديك العقليه خانزه تبقى عندك كما هي، اما لا دخلتي وقريتي واستفدتي وعرفتي ما تعاودش ترجع تجي لهاد الحبسه هذيا. واخا عاود لي كيفاش كدوز لنا النهار ديالك؟ انا كندوز لنا النهار ديالي كنخرجوا في الصباح، دابا بحال اذا في رمضان دابا كنفيقوا في الصباح لابيل ديالنا، كنخرجوا كندوزوا نهار في لابيل، كندخل كندوش كنشبر كنصلي الصلاه ديالي ضروري، كنصلي كنشبر القران، كنراجع شويه القران ديالي. كنت حافظ دابا فهمتي، كنراجع ما كنت حافظ 32 وقف سوره مريم. فوقاش حفظتي القران؟ كنت باقي صغير. كنت باقي صغير. كملتي القرايه ديالك في الحبس؟ كتقرا شي حاجه؟ عندي الدبلوم. الدبلوم تريسيان. كازا ملي غتخرج شنو كتفكر تعمل؟ غنخرج نمشي نخدم شبرتين شبه في الضو، نخدم في الضو. يعني الدبلوم اللي شبرتين صيفط تما تخدم في الضو؟ لا ما خدمتش الضو، غنخدم تريتو. نمشي نخدم تريتو. شنو تبدل حياتك ملي دخلتي دابا؟ تبدل بزاف د الحوايج تبدلوا لي في حياتي. باش ما نجي نعاشر، نعرف ديك اللي عندي عاشر ما نعرفوش شنو ساوي، شنو ولد الناس ولا ولد الشهر، عادي نتعاشر معاه. ولا كان صادق مزيان راه نتمشى معاه، ما كانش صادق مزيان ما نتمشى شي معاه. ولا حسب ديك الدخان اللي كنت كان كيمي راه قطعنا الحمد لله، لان الصحه ديالي تربت عاوتاني من ناحيه الرياضه عاوتاني حتى هي، ومن ناحيه القرايه انا كنتمنى نخرج نزيد نقرا، ما بقاش هي اذا نزيد نقرا. يعني هذه العقوبه كانت درس ليك باش انك تقطع التدخين وتراجع نرجع نفسي بزاف، هذه احسن حاجه ملي زدتني انا فات. شنو النصيحه ديالك ورساله للشباب اللي باقي بحالك باقي صغارين، تنصحهم باش انهم يوصلوش لهاد البلاصه هذه؟ انا كنصح الشباب اللي خادي او اللي صغار مني او واخا يكونوا كبار مني، شنو كنتمنى لهم؟ ملي يجيو يعاشروا شي واحد يعرفوا هو شنو ساوي، واش راجل مزيان مخلق ادب كيصلي محترم يتعاشر معاه، ما كانش محترم ما كانش هذيك، احسن حاجه يبعد راسو من هادشي هذايا. شكون اللي كيسبب لنا حنا في هادشي هذا؟ هما الاصدقاء الشر، ما كانش حنا ما نكونوش هنا. شي حاجه اللي عاد تعذبني انا، اللي عاد تسبب لنا شي حاجه مضره ديالي، ما عمشي ليش نبعد منها من احسن حاجه. انتي باقي صغير وتخرج الحبس قدامك، شنو الطموحات ديالك؟ انا باقي كنتمنى ان الله ينخرج نوقف راسي نعمل شي مستقبل، على الاقل نعمل لي محل ديالي، الصناعه ديالي عندي الحمد لله في يدي، نعمل لي محل ديالي وكراج ديالي والسكينه ديالي والحمد لله. دابا الوالدين ديالك كيشوفوا في العائله ديالك، شنو تبغي تقول لهم؟ كنشكرهم بزاف، كنشكرهم حيت هما اللي واقفين معايا في هذه المحنه هذه هي، كنطلب منهم اي يتمنوا يسمحوا لي وبزاف، سمحوا لي وبزاف، حيت عذبت معايا ماشي عذبت معايا بصح، سمحت معايا مساكن، حيت هما اللي وقفوا معايا في المحكمة ووقفوا معايا كيجون عندي دابا من هنايا، هما اللي واقفين معايا مساكن، وكنطلب منه السماحة وبزاف، وكنطلب من السماحة مبا، كنطلب منه السماحة وبزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.